السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. موسم الذرة الصفراء، يعني هذا اليوم المحصول المهم جدا، مو فقط بالعراق، عالميا يدخل بالتغذية البشرية، تدخل اليوم بالتغذية، اليوم بالثروة الحيوانية، كثير كثير من الاستخدامات. هذا الموسم اللي كان الجميع متخوف من هذا الموضوع، متخوف من انه أزمة مياه، قلة دعم وغيرها، ولكن توقعات المتشائمة راحت. موسم ناجح، كيف وصلنا إلى هذا النجاح الكبير؟ ما هي خطط وزارة الزراعة، الشركات المختصة بهذا الموضوع للمواسم المقبلة؟ هل فقط تخزين ونعطي أموال الفلاحين وخلاص، لو أكو أفكار معامل، مصانع، دعم مربية الثروة الحيوانية؟ راح نناقش كل هذه المواضيع مع الأستاذ نسيم عريبي عبد الله، مدير عام شركة ما بين النهرين. أهلا بك أستاذ. يا أهلا وسهلا. الله يخليك. الله يحفظك. بما أنه نهاية كأس العالم البارحة وميسي فاز بكأس العالم، أنا عندي معلومة يلقبوك بميسي الشركة. لا لا لا. ما يقولها. لان وايد تتعب بالشركه. نعم. كيف هاي النجاحات تحققت؟ كل الافكار كانت متشائمه، كل الافكار يقول لك انه عندنا ازمه مياه، قله دعم، دائما يكون انتقاد على الشركات اللي تستلم المحصول، انتقاد مثلا بالموضوع الحنطه ويا وزاره التجاره. قبل بعض المزارعين انا اتصلت بيهم، خاصه بالمسوقين للذره الصفراء، قالوا انه سياراتنا قبل كانت تظل 12 يوم 15 يوم، يعني وتصير ازمات ومشاكل وغيرها من الروتين الممل. هذا الموسم كيف تخلصتوا من هذا الروتين؟ نعم. اهلا وسهلا بك استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر شركه ما بين النهرين العامه هي احدى شركات وزاره الزراعه، وهي شركه يعني تمويل ذاتي ولها شخصيه معنويه واستقلال مالي واداري، ومن الشركات الناجحة والرابحة في وزارة الزراعة. نعم. حقيقة موسم الذرة الصفراء أو كمحصول الذرة الصفراء في العراق تعرض إلى نكسات كبيرة. صح. خاصة في الموسمين السابقين، حيث رفع الدعم الحكومي عن هذا المحصول، فترتب عليه عزوف الفلاحين في كثير يعني من زراعة هذا المحصول. طبعا كانت محافظة بابل هي الرائدة في مجال زراعة هذا المحصول، إلا أن محافظة كركوك وخاصة قضاء الحويجة قد تقدما كبيرا في مجال زراعة المحصول، وأن يعني زرع آلاف الدونمات وبالتالي حقق إنتاج وفير وعالي. نعم. قبل ما ندخل بالتفاصيل الإنتاج، نعم، هل اليوم القرارات الحكومية بآخر سنتين لما لغت الدعم عن محصول الذرة الصفراء، هل هو قرار منطقي، قرار بواقعية، شنو السر؟ والله هو شوف، هو يعني مثل ما تعرفون انه محصول الذرة الصفراء يعني إضافة الى محصول الحنطة والشعير والشلب، هاي من المحاصيل الاستراتيجية، وهذه من المحاصيل اللي واجبة الدعم لانها تدخل من ضمن الامن الغذائي. صحيح. للدولة، ودخولها في الامن الغذائي يترتب عليه القرار السياسي للدولة. وابسط مثال على هذا الشيء هي ما صار في روسيا واوكرانيا بعد الحرب، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للمحاصيل، سواء كان محصول القمح أو المحاصيل العلفية، حتى بلغت يعني محصول يعني على سبيل المثال القمح في بداية الأزمة قد تجاوز $1000. وبالتالي نعم، وبالتالي لابد من الدول اللي تحافظ على قرارها السياسي وتحافظ على أمنها الغذائي، لابد أن تدعم المحاصيل الاستراتيجية لتأمين قوت الشعب. والذرة الصفراء من المحاصيل المهمة اللي تدخل في صناعة الأعلاف، تدخل في عليقة معظم الحيوان سواء كان دواجن سواء كان مشتريات، وبالنتيجة تدخل في حياة المستهلك. يعني نقدر نقول انه القرار اللي صار بموضوعة انه إزالة الدعم او الغاء الدعم على هذا الموضوع، او انه ما اعتبره بأهمية الحنطة والشعير، كان قرار غير مدروس؟ لا العفو، هو كمحصول يعني تبقى القمح، خاصة يعني العراق يعتبر القمح هو المحصول الرئيسي رقم واحد من حيث الاهميه، بعدها تجي المحاصيل الاخرى اللي هي الشعير، الشلب، الذره الصفراء. احيانا الذره الصفراء تاتي بالمرتبه الثانيه، احيانا تاتي بالمرتبه الثالثه. عالميا ومصنف الثالث. نعم، مصنف الثالث، وفي بعض الدول يصنف ثانيا، وفي بعض الدول الاخرى يصنف ثالثا. تعرف يعني احنا السياسه الزراعيه غير مستقره في العراق.
بسبب عدة أزمات، منها مثلا يعني قلة المياه، منها أنه المناخ، الجفاف، يعني كثير من الأمور، الخطة الزراعية، عدم استخدام تقنيات الري الحديثة، وهذه كلها كل هذه بالنتيجة يعني تكون أسباب مؤثرة على زراعة المحصول. مع هذا كان الفلاح العراقي يعني كان فلاح ناجح، كان فلاح منتج خاصة في هذه السنة. فمن ظهرت هذه الكميات الكبيرة وتوثقت عبر الإعلام، زارتها بعض الفضائيات إلى مراكز اللي زرعت بها محصول الذرة الصفراء هذه السنة، حقيقة يعني كميات رهيبة. تقريبا قبل شهر كنت في زيارة من إلى أربيل على الطريق البري، لما دخلت كركوك ما شاء الله. نعم محافظة على مد البصر. نعم محافظة كركوك وخاصة القضاء الحويجة كذلك الدبس وبعض المناطق الأخرى حقيقة زارعة كميات كبيرة جدا. يعني وأنا يوم من الأيام اتصلت بالسيد محافظ كركوك ودز لي بعض الفيديوهات اللي مصورينها تصوير يعني تصوير فني حقيقة، من تتفرج عليها تقول إنه أنا في دولة يعني أجنبية مو بالعراق. على كل فهذا كله ترتب عليه لابد من الاهتمام بهذا المحصول ان شاء الله. طبعا احبه المشاهدين، عندنا فيديو بالكثير من المعلومات حول محصول الذرة الصفراء وارقام الانتاجيه اللي صارت بالعراق هذا الموسم، خلي شاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا لكم احبتي المشاهدين. طبعا بديت الحلقه استاذ نسيم بموضوع انه انا اريد استفسر به، قلت انه كانت محافظه بابل هي المحافظه الرائده بهذا الموضوع، اكثر محافظه انتاجيه بموضوع الذره الصفراء، ليش بابل فقدت المركز الاول او فقدت هذه المكانه؟ والله شوف يعني محافظه بابل اول ما تاسس مشروع الذره الصفراء يعني اختاروا لعده محافظات، فمن ضمنها محافظة بابل. محافظة بابل فقط شركة ما بين النهرين العامة للبذور توجد بها 4 معامل وفي كل معمل 4 خطوط، يعني 12 خط إنتاجي لمحصول الذرة الصفراء ضمن حدود محافظة بابل. هذه 12 خط كانت أكو كميات كبيرة، بالنتيجة محافظة بابل بسبب قلة المياه بدأت تغادر زراعة المحصول الذرة الصفراء، وهذا ترتب عليه يعني هاي السنة حاليا كانت الخطة الزراعية لمحافظة بابل صفر، في حين محافظة كركوك اللي هي يعني حقيقة يعني من المحافظات اللي أصبحت يعني تعد بالمركز الأول، لا بالمركز الأول خلال هاي السنوات العشرة الأخيرة بالإنتاج، مالها أكثر من 500,000 طن، 536,000 طن هو الانتاج المتوقع ضمن الخطه الزراعيه. وكذلك هناك كميات كبيره خارج هذه الخطه، يعني ممكن يكون في محافظه كركوك اكثر من 700,000 و800,000 طن من محصول الذره الصفراء حقيقه بسبب، وكذلك الحال بالنسبه لمحافظه نينوى، يعني محافظه نينوى اكثر من 110,000 طن موجود في محافظه نينوى، الانبار بها بحدود 80,000 طن، كذلك محافظة صلاح الدين بها بحدود أكثر من 35,000 طن. هذه هي المحافظات الرئيسية اللي بها محصول الذرة الصفراء. الحقيقة إحنا إجراءاتنا كشركة يعني إحنا الشيء الأساسي
في محصول الذرة الصفراء هو طريقة خزن هذا المحصول. كثير من الأخوان يعني ما يعرف شلون تعامله مع المحصول. خزن محصول الذرة الصفراء يجب أن يكون على ارتفاع 50 سنتيم. 50 سنتيم. نعم 50 سنتيم. في حالة خزنة بأكثر من هذا الارتفاع راح يترتب عليه تعفن، راح يترتب عليه فلاتوكسينات. لذلك تشوف أنه في السنوات السابقة كان الشركة تستخدم مطارات العراق بصورة عامة كلها تستنفر لخدمة محصول الذرة الصفراء، لكن هاي بالسنوات الأخيرة يعني احنا غادرناها يعني بسبب الوضع اللي مر بالعراق. إلا أن هذه السنة يعني تدخل شخصي من قبل السيد وزير الزراعة وتدخله في مجلس الوزراء أعاد إن هذه الصفة، وهسه احنا في صدد المخاطبات مع وزارة الدفاع لغرض استخدام مطار الضباع ومطار الملح ومطار تل عفر وساحة المحاربين. فادتكم بعض الشيء انه جذور رئيس الوزراء الزراعية انه هو ابن القطاع الزراعي؟ هو حقيقة توجهات الدولة من خلال الاعلام، يعني اكو 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 توجه نحو الزراعة. نعم. اكو توجه. خليت اتوقف وياك بقرارات صارت. نعم. يعني نعم. مثلا نعم. اللي ذكرناها الان بالفيديو، وأصدر مجلس الوزراء في كانون الثاني الجاري قرارا بتضمين موازنة عام 2023 مبلغا قدره 250 مليار دينار لغرض استكمال شراء الذرة الصفراء. هذا كان جيد. نعم أكيد بالتأكيد. ويتضمن قانون الموازنة المذكور نصا يتحول بموجبه حاصل بيع الذرة الصفراء لمربي المواشي ما نسبته 70% للخزينة العامة و30% لشركات وزارة الزراعة. نعم. بعض الخبراء الزراعيين كانوا ضد هذا القرار، قالوا انه قرار غير مدروس. شنو اعتراض على هذا الموضوع او ملاحظات نقدر نقول؟ نعم. طبعا هو بالحقيقة صدر قرارين. القرار الاول قرار 277، قرار 270 لسنة 2022 تضمن سعر شراء محصول عرانيس الذرة الصفراء ب 500,000 دينار وبيع حبوب الذرة الصفراء ب 400 ورجع الدعم الى 50%. طبعا هذا منجز كبير للحكومة، منجز كبير جدا، وبنفس الوقت يعني اعاد الامل للفلاح بالحكومة وبدعمها للسنوات السابقة. نعم. كان الفلاح فقد الثقة بالحكومة حقيقة صراحة. حقيقة ال 500 ألف كسعر شراء هو سعر مجزي. نعم. سعر جيد. الفلاح نتمنى ان يكون هذا المبلغ يكون يعني يوصل مباشره الى الفلاح عن طريق تسويقه للمحصول. بعد فتره جاء القرار 327 اللي هو حدد ال 250 مليار بالموازنه 2000. صح. هذا ال 250 مليار حقيقه تحدد برقمين اللي هو ال 70 وال 30. ال 70 راح يروح الى خزينه الدوله، وال30 يعود الى الشركات اللي حدد بموجبها شركتين، هي شركه ما بين النهرين العامه للبذور وكذلك شركه العراقيه لانتاج البذور. صحيح. ال 70 طبعا احنا كشركه حكوميه بالنتيجه ايضا في نهايه السنه الماليه انه تروح من الشركه من ارباح هذه الشركه للخزينه. نعم للخزينه. 60% من الارباح يكون هي للخزينه العامه. ال 70% وال30 احنا نامل انه ان تكون الكلف الحقيقيه تطرح مع هامش الربح والزايد يروح لمن؟ الى الخزينه العامه. اتمنى ان تكون الكلف الحقيقيه تنطرح مع هذه المبالغ. وكذلك لانه احنا شركات تمويلات، في حاله فقط احنا ناخذ ال 100 اللي هي 30% واللي تشكل 120 الف دينار فهذه راح تترتب عليه يعني وضع غير جيد الى تعتبر خساره للشركه. نعم ممكن نقدر نقول انه تعتبر خساره. نعم. طبعا احبتي المشاهدين اكيد مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم البرنامج ارض السواد حول النجاح الكبير اللي حققه موسم الذره الصفراء. خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. طبعا ممكن الفيديو به خطا او خلل، ممكن نصلحه. خلينا نطمن الفلاح نفتح نعم مراكز يعني. نعم بس احنا دخلنا على الجو. دخلنا جو هنا. نعم تفضل. ايش في الفلاح؟ طمنا. حقيقه احنا تعرفون احنا في نهايه السنه الماليه ونحن الان يعني اليوم 19 12
القرار قرار مجلس الوزراء الموقر اللي بموجبه رحنا نستلم 500,000 طن. حقيقه احنا اليوم باشرنا بالاعلان لدعوه المعامل المجازه اللي سواء كان عنده اجازه من التنميه الصناعيه او من دائره الاستثمارات في وزاره الزراعه. وسوف نفتح منافذ لاستلام محصول الذره الصفراء اضافه الى المنافذ الموجوده حاليا، يعني اتوقع بحدود 10 الى 15 منفذ لاستلام محصول الذرة الصفراء لتغطية 500,000 طن. فلذلك احنا نهيب بالاخوة الفلاحين انه يعني ان شاء الله خلال الايام القليلة القادمة وبالزايد يعني في مطلع السنة الجديدة، واذا قدرنا نكملها يعني خلال هاي الايام فان شاء الله راح نفتح اكثر من 10 الى 15 منفذ جديد. ممتاز. استاذ اليوم انا ايضا عندي فضول، وممكن ايضا المشاهد عنده فضول، يجوز الفلاح اللي يزرع ذره صفراء يعرف تفاصيل، انه لما تستلمون الحاصل او المحصول محصول الذره الصفراء شنو بعد هالخطوات؟ شو تسوون؟ الحقيقه احنا طبعا يتم استلام المحصول وفق مواصفات، هذه المواصفات تقوم عليها يعني موظفين اكفاء من شركه ما بين النهرين، نعم، مختبر، اجهزه فحص رطوبه، اجهزه يوفي للكشف عن السموم والفلاتوكسين، السموم الفطرية. بالنتيجة بعد ما ينجح المحصول بالمختبر راح يروح إلى عمليات تفريط ومن ثم تجفيف. بعد التجفيف راح ينقل إلى المخازن ومن ثم تخرج عليه دائرة الثروة الحيوانية اللي هي الجهة المختصة في الكشف عن سموم الفلاتوكسين. ليش ما عندكم انه تقدرون؟ نعم احنا عندنا مختبر لفحص كل، ليش تدخل هذه باعتبار جهه محايده، هذه باعتبار جهه سيطره نوعيه. فهمت. يعني ماكو شخص انه يعني هو اللي ينتج ويمدح نفسه. نعم. فلازم اكو جهه. ايه. الحقيقه احنا جهه دائره الثروه الحيوانيه خرجت على معاملنا بالكامل وطلعت النتائج اللي صدرت من دائره الثروه الحيوانيه بان الحاصل هو عباره عن ناجح. نعم. خالي من الفلاتوكسين، حبوب توازي العالمية بل أكثر من العالمية هناك، كجودة. نعم كجودة. نعم. هناك إقبال شديد من أخوة من الأخوة المربين على يعني على الحصول على هذه الكميات وفق البرنامج اللي يعد من قبل دائرة الثروة الحيوانية. هناك طوابير لغرض استلام هذه الحبوب، الحبوب بجودة جدا عالية خالية من الفلاتوكسين مثل ما شفتوا انتم بالفيديو اللي نزلتوه. هو معروض الان يعني. نعم. ما حضرتك. نعم نعم مثل ما تشوفون حق نظافه. نعم نظافه. إيه. نظافه وجوده عاليه، نظافه وجوده عاليه ونجاح كبير. بريق اللون الاصفر. نعم بريق بريق بريق. نعم. يعني بشيء صراحه يعني بشيء يعني نتباهى به. نعم احنا الان يعني نقدر نقول تقريبا 120,000 طن حاليا احنا مستلمين كشركه. نعم. كشركه ما بين النهرين بحدود مستلمين ال 112,000 طن. كذلك هناك الشركه الثانيه اللي هي الشركه العراقيه مستلمه بحدود اعتقد ما بين ال 20 الى 25,000 طن. نعم. يضاف لها. وحاليا اكو اكثر من 500 يعني مهيئه للاستلام، فقط نفتح المنافذ. نعم. يعني بالعراق اليوم ايش قد نقدر انه لازم ننتج ذره صفراء على مود نوصل الى مرحله الاكتفاء الذاتي من الذره الصفراء؟ يعني حقيقه شوف احنا خلال هاي السنتين الاخيره صراحه كان اكو توقف مثل ما قلت لك بمحصول الذره الصفراء. حقيقه عدد الحقول العامله، تعرف انت الذره الصفراء يدخل في العليقه، ومثل ما في يعني مقدمتكم ذكرت انه العليقه بنسبه 40%، يعني محصول. نعم. الذره الصفراء يدخل في العليقه 40%، واحيانا يصل حتى الى 60% ك. نعم. يعني مفردات العليقه. فبالنتيجه عدد الحقول العامله هاي السنه بالتاكيد يعني قلت مقارنه مع السنوات السابقه، واكو قسم توقفت يعني تنتظر لانه القضيه مرتبطه بالاعلاف. صح. والاعلاف معظمها تعرف استيراد، والاستيراد هاي السبب الحرب اللي صارت ما بين اوكرانيا وروسيا ايضا ترتب عليه وقوف. فانا اتوقع انه حتى اصحاب الحقول الدواجن بنشوف هذا الانتاج اتوقع راح تتوجه وتنزل وجبات من سواء كان على مستوى بياض او دجاج لحم. ان شاء الله خير. ان شاء الله. طبعا احبت المشاهدين ايضا عندنا احد اللقاءات اللي كانوا مع المسؤولين حول على موضوع استلام محصول الذره الصفراء، خلينا نشاهد هذا اللقاء وراجع.
رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ونكمل حلقتنا لهذا اليوم. طبعا استاذ كل التحيه للمتحدث، ولكن يمكن اكو خطا باسمه. نعم اسمه هو استاذ بسيم. بسيم كل نعم. التحيه استاذ بسيم مدير معمل حيدر. اي هذا الاسم نعم. جانا هو نسيم. تحدث عن الاجراءات. نعم. يعني تقريبا حضرتك كم سنه مدير عام؟ يعني انا اولا موظف في هذه الشركه منذ تاسيسها. يعني من اول ما يعني اول سنة. امر اداري كان اسمي به. اول امر اداري. جيد. نعم. ليش يعني قبل سنوات كانت اكو معوقات، موضوع الروتين، موضوع سيارات تبقى، ليش الحمد لله تخلصنا من هذا الروتين؟ لا هو بالحقيقه احنا مو تخلصنا من الروتين، حقيقه هسه ايضا اكو سيارات توقف بالطابور واحيانا يعني اكثر من يوم موجوده حاليا. نعم. هو القضيه متحدده بعدد المنافذ، عدد المنافذ اللي مفتوحه، بالاضافه الى المساحات الشاسعه. أنا مثل ما ذكرت أنه سابقاً إحنا كنا نستخدم المطارات، فالمطار تعرف يعني تفرغ بسرعة. حالياً لحد الآن يعني إحنا لحد الآن لم تحصل الموافقة النهائية، على الرغم من قرار مجلس الوزراء تضمن باستخدام المطارات، فالمطارات هي اللي كانت تفتح. فالمساحات مهما كان يعني المعمل اللي ظهر عندكم أعتقد مساحته 50 دونم، وبمعملين خطين، بخط واحد حديث وخط قديم. الخط الحديث اعتقد 30 طن بالساعه تفريط او تجفيف، مع هذا لا يستوعب. احنا في هذه السنه حقيقه يعني حققنا في الشيء من التكامل الاقتصادي على مستوى العراق. صح. يعني المحافظات اللي بيها معامل خطوط، على سبيل المثال محافظه بابل او محافظه واسط. نعم. محافظه بابل وواسط هاي المحافظتين يعني الكبيرتين في مجال الزراعه حقيقه تمتلك من حقول الدواجن الكثير. صحيح. لكن بالمقابل ما موجوده الزراعه بشكل كبير، في حين محافظه كركوك ونينوى وصلاح الدين يعني بها زراعه كثيره، الا ان حقول الدواجن قليله. وهنا صارت عمليه التكامل الاقتصادي ما بين ما بين الزراعه في الشمال والاستهلاك في الجنوب. كذلك هذه السنه حولنا الاختناق اللي موجود في المحافظات الشمال الى فتح كل معاملنا في الوسط والجنوب، وبذلك خففنا ايضا عن محافظات نينوى وكذلك. نعم. كترتيب الانتاجيه هذه السنه الاولى كركوك، الثانيه منو؟ الثانيه نينوى والانبار. الانبار ايضا دخلت على هذا. نعم نينوى والانبار وصلاح الدين، هذه المحافظات الاربعه. هذه المحافظه رقم واحد. هذه السنه ايضا دخلت المثنى بحدود 2000 طن يعني موجود بها، وكربلاء محافظه كربلاء المقدسه بحدود 1000 طن موجود ايضا بها. نقدر نقول انه كركوك تقريبا نصف الكميه هي زارة. لا نعم اكثر من النص. اكثر من النص. يعني انا بس عندي في الجزئيه احب انقلها يعني على الاخوان في محافظه كركوك. يعني ابتداء اولا انه احنا نشيد بمحافظه كركوك ونشيد بفلاح محافظه كركوك. فلاح محافظة كركوك هو أول من استخدم هجن الذرة الصفراء، وهو أول من أدخل الهجن، على الرغم من لا نبخس حق الدوائر البحثية، ولكن نتحدث عن مستوى الفلاح. ففلاح محافظة كركوك مقارنة مع فلاحين المحافظات الأخرى هو الرجل يعني كفلاح أدخل أول من أدخل الهجن. الهجن ممكن حضرتك تسألني شنو الفرق بين الهجين والصنف التركيب السابق كنا نزرعه. الهجين هو ينتج اكثر من 3 طن بالدونم، في حين كنا نزرع الصنف التركيبي اللي هو انتاجيته لا تتجاوز ال 600 كيلو. يعني تقريبا نعم اكثر بل اكثر بل اكثر. واحيانا بعض المختصين من يحتون في مجال الانتاج يصل الاصناف الهجينه الى 4 طن بالدونم. حقيقة الناس اللي ما مشتغلين، اللي مو بالميدان يستغرب إلى هذا الرقم. صح. بل حتى يطعن فيه يقول ماكو هيك، بينما من تكون في الميدان وقريب من الإنتاج وفي تماس مباشر مع الفلاحين تذهب جازما بأن الإنتاج. الفلاح راضي على 500 ألف؟ يعني حقيقة هو مو مسألة راضي، يعني إحنا إذا حققنا 500 ألف بالاضافه الى 155 ألف طن يصير عندنا يعني 655 ألف طن اذا استلمناها، فاعتقد يكون هو اعلى رقم
في تاريخ العراق للاسلام الدار الصفراء. انه كسعر سعر الطن 500,000 مجزي جدا. نعم. قد كان سعره قبل؟ كان سعره 350,000. نعم حاليا دعم. عالميا سعر الذره الصفراء الحقيقه هو تعرف انت سعر الذره الصفراء كان بعرض وطلب. صحيح. يعني احنا في من 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 تقرر ان يكون سعر الذره الصفراء يعني 500,000 طن، كانت البورصه العالميه تشير الى الحبوب بحدود 700 في حينها، 700 دولار للطن الواحد. هنا اكو فرق بين العرنوس وبين الحبوب. ساكي. العرنوس يعني احنا على مود ننتج، على مود ننتج واحد طن من الحبوب يحتاج لنا الى طن و600 كيلو من العرنوس انتاج طن، واحيانا اكثر واحيانا اقل، يعني القضيه نعم حسب حسب نوع التربه تدخل. نعم نعم يعني السماد والكيمياء فنحتاج بحدود طن، نحتاج طن و600 الى طن و550 واحيانا طن و650 ينتج لنا طن واحد منين من من الحبوب. فبذلك نعم. تشوف انه الحب يكون سعره مدعوم، يعني هسه العرنوس ب 500 بينما الحبوب تنباع ب 400، وبذلك يكون اكو دعم بحدود ال 50% من كلف الانتاج، وهذا منجز للفلاح. ممتاز. طبعا احبه المشاهدين ايضا عندنا فيديو من احد المزارعين يتساءل، اكو تساؤل يعني اليوم الى وزاره الزراعه، خلينا نشاهد هذا الفيديو ونرجع نعلق عليه. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم اللي حقيقة استفسار من أحد المزارعين. احنا بالحقيقة تعرف يجب أن تكون هناك سياسة ثابتة يعني لخطط الزراعة بصورة عامة. يعني سابقا احنا كنا نسمع بالخطة الخمسية وبالخطة العشرية وبالخطة إلى بعيدة الأمد متوسطة، يعني نسمع بهذه الخطط. ف كشركة احنا مختصة في مجال استلام محصول الذرة الصفراء، احنا كنا هيئنا معاملنا من صيانة من ساعات وجاهزة منذ الموسم السابق اللي ما تحقق، بل من قبل موسم يعني قبل موسم احنا كنا متهيئين. اللي حقيقة اللي صار انه سنتين احنا ما مستلمين محصول الذرة الصفراء، فما نعرف شنو بالضبط القرار الحكومي اللي راح يصير، هل نستلم ما نستلم، هذه وحدة. النقطة الثانية هناك توقيتات تاريخية، توقيتات يعني منذ أكثر من يعني عشرات السنين، اللي هو محصول الذرة الصفراء يبدأ في 1/11 الموسم وينتهي في 31/5 من السنة اللاحقة. نعم. هذا الواحد 11، هذا الواحد 11 يترتب عليه يعني كثير من الأمور. مثلا على سبيل المثال أنه إحنا يبدأ الفلاح بالحصاد قد يكون في منتصف العاشر، واحيانا يحصد في الشهر 11، واحيانا يستمر الحصاد مالته للشهر الثاني، فاذا اكو تفاوت. ليس من المنطق انه انت كشركه او كوزاره زراعه مهما كانت يعني همتها عاليه ان تستلم 500,000 طن خلال اسبوع او 10 ايام، في ظل تحتاج انت الى مساحات واسعه من الساحات لغرض خزن هذا المحصول، اللي قلنا انه طريقه الخزن لا تتجاوز 50 سنتيم بالارتفاع. فلذلك الفلاح يتاخر احيانا بالوقوف، فهو يتاخر بهذا السبب، سبب انه ماكو طاقه استيعابيه. بنهايه فتره الاستلام يبقى المعمل يعتمد على الداخل بالتفريط يعني يفرطه ويجففه، تفرغ عنده مسار على مود يستلم مره ثانيه. نعم. هاي السنه يعني بجهود حقيقه مميزه من السيد وزير الزراعه وحصوله وتدخله يعني مع المجلس الوزاري للاقتصاد مع مجلس الوزراء، وحصوله على قرار باستلام 500,000 طن، وحصوله على استخدام كل المعامل سواء كانت حكوميه او قطاع خاص لاستخدامها بهذا الشيء. صحيح. اعتقد راح يحل مشكله. الملفت بهاي القضية كلها والإيجابي بهذه كل أنه إحنا باشرنا بدفع مستحق 50% من مستحقات الفلاح، يعني وصلت يعني إحنا حاليا لحد اليوم إحنا 88,000 طن دفعنا له على 50. نعم. وهسه حاليا عندنا بحدود 24% من الموجود، يعني بحيث أصفر لغاية هذا اليوم ايضا فلوسها مرصوده وموجوده داخل الشركه، وممكن خلال هاليومين يعني احنا نصرفها. يعني خلال جيد. طبعا احبه المشاهدين لكل نجاح
او لكل اليوم حقيقه صوره مشرفه، اكو ابطال، اكو ناس متميزين. فاليوم نجاح موسم الذره اكيد يعني شكرا لكل المحافظات اللي ساهمت، ولكن اكو منطقه حقيقه اجتهدت، تعبت، زرعت، اشراف مباشر من دائره الزراعه المختصه بهذا الموضوع. فحقيقه تحيه الى الحويجه في محافظه كركوك اللي ساهمت بانتاجيه كبيره جدا بمحصول الذره الصفراء، ولازم نسلط الضوء على هذه المنطقه الزراعيه. خلينا نشوف هذا اللقاء وراجعين. رجعنا لكم احبتي المشاهدين. لازم اليوم نشكر الحويجة على الحقيقة. منطقة يعني تعرضت لأزمات أمنية، لاحتلال عصابات داعش، لحرب طاحنة، واليوم هي تتصدر المناطق العراقية بإنتاج الذرة الصفراء. يستحقون الدعم، يستحقون كل الإشادة بهم. من خلال إدارتك لهذه الشركة كمدير عام، أيضا تروح إلى المحافظات المنتجة؟ بالتأكيد. أولا يعني أنا نعم. أضم صوتي إلى صوتك، مثل ما يقول المثل الفرنسي، ننزع القبعة إلى الحويجة. نعم. الحويجة حقيقة يعني كمزارعين متميزين، وأنا في بداية الحلقة يعني أو بداية اللقاء أنا ذكرت أنه المزارع من محافظة الحويجة هو أول من أدخل الهجن كمزارع، مو ليس كمحطات بحثية. نعم. حقيقة مزارع الحويجة مزارع متميز، مزارع يبحث عن التكنولوجيا، يبحث عن العلم، يفهم. هسه إذا تدخل حضرتك ويعني تاخذ لك جولة ميدانية في الحويجة، تشوف استخدام نظام الري معظمه بالمرشات، في حين إذا تقارنه مع محافظات أخرى ما تجد هذا العدد بالسيح. نعم نعم، فتلقي أنه أكو استغلال أمثل للمياه، أكو تطور في الحويجة بالزراعة. نعم. أنا حقيقة يعني منذ سنوات عدة يعني أنا كنت من الموظفين الذي يعمل في محافظة كركوك. يعني نعم نعم، فكنا نطلع تفتيش حقل على محافظة كركوك بصورة عامة والحويجة بشكل خاص، فهناك تطور كبير حقيقة في الحويجة. أيضا المحافظة والمحافظ كركوك يعني أنا من خلال برنامجكم يعني حقيقة بعت له كل الشكر والامتنان والاحترام على الدعم اللي يقدمه في مجال الزراعة. حقيقة هناك تنسيق مع المنظمات العالمية، انبنى معملين حديثين في الحويجة، معامل لإنتاج الذرة، معمل لتنقية وتعفير البذور. حقيقة هناك أربع معامل حديثة الآن تبنى أيضا بفضل وجهود المحافظة، هذه كلها في سبيل رفع يعني مستوى الفلاح في محافظة الكركوك والحويجة. فنعم نشكر فلاح منطقة الحويجة بجد يعني. نعم، وأيضا نشكر عملكم أنتم اليوم كشركة حقيقة، حققتوا إنجازات كبيرة جدا بوقت قياسي، يعني رغم كل الظروف الصعبة، هاي آخر سنة اللي مرت على العراق، عدم تشكيل حكومة، أزمات سياسية وغيرها، عدم إقرار موازنة، فحقيقة أيضا عملكم رائع. يعني كيف انه بهذه الازمات استطعتوا ان تحققون انجازات؟ هل عملكم كعائله واحده او انت دائما معاهم على الخط؟ كيف يعني؟ يعني انا بس احب اذكر يعني طرفه. نعم. من باب نعم تفضل. حقيقه احنا في ازمه كورونا، فصدر قرار من مجلس الوزراء يستثني بموظفين دوائر الصحه بالحركه. صحيح. وكذلك استثنى بعض دوائر وزارة الزراعة ومن ضمنها شركة ما بين النهرين العامة. نعم. لأن احنا عملنا لا يمكن يعني لا يمكن يتوقف. أن يوقف نعم الحصاد يعني ايه. الحصاد يعني لا يمكن أن يوقف، بذور الرتب العليا لا يمكن أن تتوقف، الشعير العلفي، الذرة الصفراء، فكان يعني بالسيطرات من ننطي القرار يقولوا يعني شنو يعني يعني شنو معناته هذا، قلنا له هذا معناته أنه احنا يجب أن نداوم. فحقيقة الموظف اللي في شركة ما بين النهرين يعمل ليل ونهار حقيقة. ربي يحفظك. الله يسلمك. هسه حاليا إلى أي معمل تروح تلقى موجود وجبتي. لا إن شاء الله سوي زيارة أرض السواق. مرحب بيك. ربي يخليك. في الوقت اللي تريده. الله يخليك. ومفاجئ. ربي يحفظك. كل التحية والشكر لك. أنا بس أحب أضيف يعني كلمة أخيرة. اتفضل. يعني حقيقة إحنا السيد وزير الزراعة والسيد الوكيل تحية. الإداري زار احد مواقعنا واطلع ميدانيا في بدايه تأزره لهذه الوزاره، واطلع ميدانيا على نوع الحاصل المستلم وعلى نوع الحبوب اللي انتجت، يعني فشيء حقيقه يفرح القلب ويثلجه ربي. من حظ من حيث انه الجوده ومن حيث الانتاج الراقي
واحنا نشيد بالاخوان، نتمنى انه خلال هاي الايام القليله نفتح 10 منافذ وان شاء الله الفلاح. كل التحيه والشكر لك استاذ نسيم ريمي عبد الله المدير عام شركه ما بين النهرين العامه للبذور على كل هذه المعلومات، وربي يوفقكم وكل الدعم لكم من برنامج ارض السواد وقناه الايام الفضائيه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربي يخليك. يسلمك ويحفظك. اشكرك. احبتي المشاهدين، هذا ارض السواد وهاي سياسه ارض السواد، السلبي نقول عليه سلبي، الايجابي اليوم مخصصين حلقه كامله على نجاح موسم الذره. شكرنا الشركات، شكرنا وزاره الزراعه على العمل الكبير، شكرنا حتى الفلاحين اللي انتجوا هذا الانتاج الكبير. فاحنا الايجابيه نشيد بيها وتصفيق وتحيه حب واحترام لكل العاملين بهذا الموضوع، وايضا اذا كانت اكو سلبيات راح نتحدث بيها. فعمل اليوم الجهات المختصه انه اشتغل صح، والاعلام العراقي وارض السواد وقناه الايام الفضائيه دائما داعمه لكل المجهودات من اجل خدمه الزراعه العراقيه والفلاح العراقي وبالتالي الاقتصاد الوطني العراقي. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.